عزيزي عزيزتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. بعد ما تعرفنا على ليزاكور كاملين في الحلقات السابقة، اليوم غادي نتعرفوا على اكور ديمينوي. ولكن قبل من هادشي كامل، مايسترو جيف مي ذا انترو. الو، اول حاجه اللي خصكم تعرفوها وهو انا كور كيحتوي على ثلاثه ديال النوطات. هذا كنسميوه اكور سامبل. بار اكزومبل الى درنا الضو كاين بي لا تيرس ماجور ديال الضو، وكاين سول لا كانت ديال الضو. هذا اكور سامبل اللي كيسميوه اكورد دو 3 نوت. دونك دو الى زدنا عليها سول دياز، سول لا كانت نطلعوها بان دومي طون، كتولي كتسمى دو اوغمونتي. الى هبطنا بان دومي طون كتولي كتسمى دو سيس. ولا طلعنا بان دومي طون كتولي كتسمى دو سيتيام. ولا زدنا برتنا بان دومي طون كتولي تسمى دو ماجور سات. دونك عندنا دو ماجور سات اي دو سات. الى زدنا عليها الري كتولي نافيام، دو ناف. اوكي، دونك لو كور ديالنا اليوم هو ديمينوي. اشنا هو ديمينوي؟ كما كنقولوا بالفرنسي ديمينوي ان بو لو سون سي تو بلاي، هي زعما انقص من الفوليوم عافاك. الوغ ديمينوي هي كتنقص، ولكن اشنو كنقصوا؟ لاحظوا معايا دو ماجور ا 3 نوت، دو مي سول. اشنو كنديمينويو ولا اشنو كنقصو؟ كنقصو لا تييرس اللي هي البي والسول، كنقصوهم بان دومي طون. هي كنهبطوهم بان دومي طون. الوغ نهبطو هادي بان دومي طون غتولي فا دييز، والبي الى هبطنا بان دومي طون غتولي مي بيمول او لا ري دياس. كتولي عندنا هذا هو الاكور دو ديمينوي. ولا درت عليكم بلا باس، اوكي. هذا دو ديمينوي سامبل، ولكن ناقص فيه شي حاجه. اشنو ناقص فيه؟ ناقص فيه السيزيام ديال الضو، هي لا. Alors do mi la tierce sol la quinte la c'est la sixième. Alors il a patna fa dièse et mi bémol que tu voulais na do diminué complète. غنديرو ان اكزومبل بهذا الاكور ديمينوي. مثلا ديرو الضو غي مينور اي سول، ولكن لاكور دو باساج غادي نديرو الضو تو ديمينوي باش نمشيو للري عاد نمشيو للسول. هنا كيبان لكم الفرق ديال لاكورد ديمينوي.
اوكي دابا غادي نديرو ديميوي في الري ري فا دياز لا كانت ماجور لا لا تييرس اش غنديرو غادي نهبطو لا تييرس اي لا كانت ان دو بيتون وغنزيدو على السيزيام هالري هالسيزيام غتولي عندنا اوكي نمشيو دابا لمي ديمينويي غادي نهبطو هاد جوج صبعان ان دو بيتون الوغ هنا وغنزيدو سيزيام ننتقلوا ديريكتومون للفا هنا ركزوا معايا مزيان غنهبطوا ا دو بيتون اي ا دو بيتون وغادي نزيدوا سيزيام هنا الى لاحظتوا معايا هاد لاكورد فا ديمينوي فحالو فحال الري ديمينوي هاي الري لعبنا قبيلة الرهنة هاي هنا دونك تعودات عدنا هنا يا. اوكي نمشيو للصول هبط ا دو بيتون ونزيدو سيزيام هنا اشنو لاحظتو معايا فحالو فحال المي ديمينوي نمشيو للا لا ديمينوي اش لاحظتو معايا هنايا اكزاكتومون فحالو فحال الدو ديمينوي دابا نمشيو للسي هاد جوج يهبطو فحالو فحال الري ديمينوي هالري ديمينوي دونك لاحظتوا معايا مزيان ان لي ديمينوي كلهم فيهم ثلاثه وكيتعاودوا سوا درتو الدو غي
والبي كتكون لا كيكونوا لي ميم غير هما كيكونوا بيان سور في لي زوتغ بوزيسيون ولكن يمكن لك تلعبهم في اي بوزيسيون سا ديبون على حسب الاغنيه اللي لعبها نتايا دابا غنعطيكم ان اكزومبل كيفاش كيتلعب لو ديمينوي غادي ديرو الدو sans diminuer ou la basse est là, là et ré mineur et sol alors c'est le meilleur مثل آخر هما تقدر تلعب بيهم بزاف د الحوايج ولكن ما تنساش الميزور او اللي كنقولوا التيمبو دونك كما لاحظتوا معانا القضيه سهله ولكن كتربحوا ان اكور اللي هو زوين وكينفع بزاف د الحوايج من اخص لي جاز اي دي كلاسيك لي بالاد لي سلو ومن عديد ديال لي ستيل ديال الموسيقى وإلا عجبكم بيان سور هاد الحلقة ما تنساوش ليا سبسكرايب اي بيان سور لايك وعلاش لا دي كومونتير وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله